السلام عليكم. في الفيديو ده هنرسم مع بعض التمرين على التمرين ده على العمليات الهندسية والممسات بنفس الخطوات اللي بنمشي بيها في كل تمارين العمليات الهندسية. أول حاجة بنبدأ نرسم المحاور بتاعتي أو السنتر لاينز. أنا معايا هنا محور رأسي، أقوم جاي هنا أخد خط رأسي بالشكل ده كده محور، تمام؟ ده كده يبقى سنتر لاين. وبعد كده هاخد خط هوريزنتال في الشكل ده كده محور، اللي هو الخط ده كده، تمام؟ هيبقى زي ده كده بالظبط اهو. بعد كده عندي سنتر لاين نازل تحت هنا، اللي هو ده على مسافة 65، وجاي من التقاطع ده كده انزل لتحت 65، نزل تحت. ممكن اخد ده لتحت هنا كده شوية، تمام؟ عشان بس مساحة الورقة تطلع لفوق. يبقى هنزل لتحت كده مسافة 65 من هنا كده، هنزل 65 وهم عامل خط هوريزنتال سنتر لاين بالشكل ده كده، تمام؟ بعدين ثواني بالشكل ده كده. بعد كده اهوت في عندي سنتر لاين تاني على مسافة 90 من السنتر لاين اللي فوق ده اهوت، وفي واحد على مسافة، خلي اللي على مسافة 70 ده، هناخد اللي على مسافة 90. اجي من هنا كده اقوم قايس 90 لفوق واقوم عامل سنتر لاين بالشكل ده كده. محتاج ان انا اصغر الرسمة بتاعتي، ثواني. نشتغل بالشكل ده، تمام؟ بعد كده نكبر ده كده شوية بالشكل ده كده. عندي هنا في 2 سنتر لاين على الناحيتين، واحد هنا وواحد هنا، المسافة بينهم كام؟ 100. اخد 50 يمين وخمسين شمال، اخد من هنا كده 50 وكده 50، واقوم عامل سنتر لاين يمين وسنتر لاين شمال بالشكل ده كده. اخد ده كده يمين وده كده شمال، تمام؟ ممكن اصغر دول، مش لازم ان انا اصغرها، ممكن اصغرها من تحت من هنا كده، ده بالشكل ده كده، تمام؟ كده رسمنا السنتر لاينز بتاعتنا. نبدأ ندخل بقى على تاني خطوة، اللي احنا بنرسم الدوائر اللي احنا عارفين السنتر بتاعها فين ونص القطر كام. عندي مجموعة الدوائر دي، ادي 2 4 6، وفي هنا 2 يبقوا 8. اخد اول دايرتين دول، الدايرتين دول هنا بيقول لي عبارة عن الدايرة الصغيرة دي اللي هي φ26، تمام؟ اللي هي دي ودي، اقوم فاتح 13 واركز هنا كده، واقوم راسم اول دايرة بالشكل ده كده. بعد كده واحد بنفس الفتحة اركز هنا واقوم راسم الدايرة التانية. بعد كده الدايرة اللي تحت ديت الصغيرة اللي تحت ديت بفاي 36، أقوم فتح 18 أركز هنا اهوت وأقوم عامل أول دايرة. بعد كده الدوائر الكبيرة ديت، الدايرة الكبيرة ديت اللي هي φ50، أقوم فاتح 25 أعمل هنا واحدة بفتح 25، هركز هنا وأقوم عامل دايرة بالشكل ده، وواحدة الناحية التانية، الاتنين قد بعض، دي ودي قد بعض. اللي تحت ديت بفاي 60، أقوم فاتح 30 نص القطر، أقوم راكز هنا وأقوم عامل الدايرة بالشكل ده، تمام؟ بعد كده عندي 2 دايرتين فوق، واحدة 22 فاي 22، أقوم فاتح 11 وأقوم راكز هنا كده وأقوم راسم أول واحدة. بعد كده هفتح 20 وأقوم راكز هنا كده وأقوم راسم التانية. بعد كده عندي كده خلصنا كل الدوائر. ننقل بقى على السنتر لاينز، المماسات سوري. عندي أول مماس اللي هو ليكن المماس دوت اللي هو 120، عندي بيتكرر واحد هنا وواحد الناحية التانية. المماس اللي هو 120 مماس ما بين الدايرة دي وما بين الدايرة دي. يبقى هنا لو توقعنا مثلا هنا عايز أجيب أجمع ولا أطرح، لو توقع أول حاجة تتوقع سنتر المماس، سنتر المماس ده اللي هو الدوران ده كده، لو طورنا ممكن مثلا نلاقيه في الحتة دي كده، تمام؟ اللي هو كده. نخلي فوق الخط كده اهو، تمام؟ ده سنتر المماس، ده السنتر اهوت، ودي نص قطر المماس.
لو جينا نص قطر المقياس ده كده ووصلناه بسنتر الدايرة دي كده كده، انا عايز اجيب المسافة دي. المسافة دي قد ايه؟ بتساوي المسافة بتاعت نص قطر المقياس اللي هو كل ده كده ناقص نص قطر الدايرة اللي هو الجزء ده كده، تمام. ونفس الكلام لو وصلناه في الناحية التانية عند نص سنتر الدايرة التانية كده، يبقى هيساوي ايه؟ هيساوي نص قطر المقياس كده ناقص نص قطر الدايرة دي، الدايرة اللي هي الكبيرة دي الصغيرة دي، الكبيرة في الاتنين دول يعني، تمام. يبقى انا عملت ايه؟ عرفنا كده اللي انا هطرح نص قطر المقياس ده من هطرح منه نص قطر الدايرة دي ونص قطر الدايرة دي، ونفس الكلام نص قطر الدايرة دي عشان اجيب واحد هنا وواحد هنا، تمام. بس مرة هعمله هنا ومرة هعمله هنا، مرة اجيب سنتر المقياس يبقى هنا، ومرة عشان اجيب الجزء ده هخليه في الناحية التانية دي، تمام. يبقى انا هطرح بقى 120 ناقص نص قطر الدايرة الكبيرة دي اللي هي 25، يبقى 95. اقوم فاتح البركة 95 وهركز هنا واقوم عامل دايرة بالشكل ده 95 اللي هو سنت كوس هنا، وبنفس الفتحة هركز في الناحية التانية دي واقوم عامل واحدة في الناحية التانية هتبقى هنا كده، تمام. عايز اقطع ده من هنا واقطع ده من هنا، هيبقى تقطعه بقوس واحد بس اللي هو هيبقى 120 ناقص اللي هو كام اللي هي 30 دي، تبقى كام؟ 90. هتقوم فاتح البرجل 90 وتقوم عامل هنا كده وتقوم عامل قوس، يقطع دي كده يقطع دي كده ويقطع دي كده، يبقى انا معايا ده سنتر ده اجيب منه المماس ده، ومعايا السنتر ده اجيب منه المماس ده. اقوم موصل السنتر التقاطع ده كده اوصله بالنقطة دي، تمام. وهقوم موصله بالنقطة التانية دي السنتر التاني ده كده، ونقطة التقاطع دي اقوم موصلها بالسنتر ده واقوم موصلها بالسنتر التاني ده، تمام. اقوم جاي على اول سنتر اول قوس اللي هو ده كده، تمام. هاجي عليه كده اقوم عامل له مطول خط كده لحد ما يقطع الدايره بتاعتي، عشان كده يبقى انا جبت ايه اول مماس. بمد الخط ده كمان كده لحد ما يقطع، بمد الخط ده كده الخط ده بمده لحد ما يقطع الدايره كده على استقامته، تمام. يبقى انا كده جبت سنتر المماس الاول اهو، امسح الدايره دي كده عشان ما تتبخنيش اهو كده، انا جبت سنتر المماس الاول هنا ونقطة البداية ونقطة النهاية. اخدت الخط ده كده خليه خفيف بالشكل ده كده. بعد كده عايز اجيب سنتر المماس التاني، ده سنتر المماس التاني اهو، وادي نقطة البداية. اقوم مدد الخط ده كده على استقامته وامد الخط التاني ده كده على استقامته لحد ما يقطع محيط الدايرة، تمام. امسح بقى الدايره دي والدايره دي مش عايزهم، انت تخليهم بس قوس صغيره، تمام. تخلي بس القوس اللي هو بتجيب منه سنتر المقياس، تمام. الخط ده كده والخط ده كده بيكون ايه خفيف. هتفتح البرجل بقى بتاعك اللي هو 120، هتركز عند السنتر ده كده وتيجي فاتح لحد هنا كده اهي، وتقوم عامل المماس بالشكل ده كده لحد النقطه التانيه دي كده، تمام. بعد كده هتركز هنا كده بنفس الفتحة، تركز هنا كده وتقوم فاتح لحد هنا كده وتلف بالشكل ده لحد ما توصل لهنا كده، يبقى انت كده جبت المماس اللي هنا ده والمماس اللي هنا ده. بعد كده عايز تجيب المماس اللي هو ده والمماس اللي هو ده، المماس ده قد ايه؟ 20، وده 20، ده المماس الداخلي. يبقى انا هجمع فيه، تعال نتوقع المماس السنتر بتاعه فين. لو يكون لو السنتر بتاعه هنا يبقى المسافة دي كده نص قطر المماس، أنا عايز أجيبها للدايرة دي كده، يبقى دي بتساوي إيه؟ نص قطر المماس لحد هنا كده زائد نص قطر الدايرة، ونفس هنا هي هنا هي هنا، تمام. يبقى عندي ال20 هجمعها على ال25 اللي هي نص قطر الدايرة دي، يبقى 45. أقوم فاتح من هنا كده 45 وأقوم عامل دايرة أو مماس أو قوس هنا كده، ومن الناحية التانية أقوم بنفس الفتحة وعامل قوس الناحية التانية كده. من الدايرة ديت أقوم عامل قوس يقطع ده ويقطع ده عشان يجيب المماس ده والمماس ده. القوس هيبقى قد إيه؟ يبقى 20 زائد 30 يبقى 50. أقوم فاتح البرج ال50، أركز هنا وأعمل قوس يقطع الدايرة دي من هنا ويقطع الدايرة دي من هنا. كده أنا جبت إيه؟ كده أنا جبت سنتر المماس الأول كده أقوم موصله بالدايرة الأولى، وسنتر وأوصله بالدايرة التانية، وأدي سنتر المماس التاني
اهو، اوصله بالدائرة الاولى واوصله بالدائرة التانية كده. بعد كده الدوائر دي خلاص انت ترسمها قوس صغيرة علشان ما تبوظش الرسمة، ودي كده تبقى بخطوط صغيرة، خطوط تكاد تكون مش باينة اهي. بعد كده تفتح البرجل ب20، تركز هنا لحد هنا كده، وتيجي عامل المقاس بتاعك ده، ونفس الكلام تركز الناحية التانية، تفتح لحد هنا كده اهو، وتلف كده 20، تركز هنا كده وتفتح لحد هنا كده، وتلف بالشكل ده لحد ما يجي هنا كده. كده انت جبت ليه الاتنين سنتر لاينز اللي هما تحت دول، تمام. بعد كده انا عايز اعمل الخطوط دي كده، عايز اقفل الرسمة دي. دي عبارة عن خط زاوية قايمة، هتقوم جاي كده راسم على الخط ده كده اهو، من هنا كده راسم خط زاوية قايمة، وهنبقى نمسح الزيادة، ومن هنا كمان كده رسم خط زاوية قايمة. أنا عايز أعمل دلوقتي المماسات دي، عندي مماس هنا 15 زي ما يبقى الناحية دي 15. المماس ما بين ما بين مماس للخط وللدايرة. لما باجي أعمل مماس للخط باخد له موازي، الموازي هنا بمسافة 15، أخد كده الخط دهوت مسافة 15 موازي ليه من هنا كده لبره. بعد كده نفس الكلام الناحية التانية، ناخد له موازي لينا 15 برضه. بعد كده افتح البرجل، هنا المسافة هتبقى كام؟ هتبقى 25 زائد 15 اللي هي 40. اقوم فاتح البرجل، ركز هنا كده بفتحة 40، اقوم قاطع الخط ده وهنا كده، اقوم قاطع الخط ده هنا كده. ده كده سنتر المماس، وده كده سنتر المماس. اقوم اخد له هنا ده اوصله بسنتر الدايرة، واوصل ده بسنتر الدايرة دي. بعد كده اقوم موصله عمودي هنا على الخط ده، وأقوم موصله عمود على الخط ده عشان أجيب نهاية الماس وبداية الماس. أمسح دول كده مش محتاجهم، أقوم رايح على البرجل، أقوم فاتح البرجل 15، أركز هنا وأقوم فاتح من هنا كده لحد فين؟ لحد هنا كده. والناحية التانية، الناحية التانية أقوم أركز هنا كده وأقوم فاتح الكام؟ فاتح 15 من هنا، من هنا لحد فين؟ لحد هنا كده. تمام. بعد كده ايه ده صغره، صغره بس خليه لحد هنا كده، وده كده خليه لحد هنا كده، كل دي خليها خطوط ايه، خليها خطوط خفيف، ده كده خفيف خفيف خفيف، ده كمان خفيف خفيف خفيف. انا الزيادة معايا، الزيادة دي همسحها دي كده، حط ده كده في زيادة اللي هو الزيادة دي، تمام. والزيادة دي تمسحها، أنا ممكن أمسحها عليك بالشكل ده كده أهي أهي، تمام. بعد كده عندي هنا هو راديوس تاني، أو عندي مماس تاني بـ R10 اللي هو بيتكرر هنا وبيتكرر هنا. ده مماس ما بين زاوية قايمة، يبقى هاخد له إيه موازي لده كده وموازي لده كده بمسافة كام؟ 10 بالشكل ده كده. ده اخد له موازي هنا وده اخد له موازي هنا، التقاطع بتاعه هو سنتر المماس، وده كده نفس الكلام. اقوم مصغر ده شوية ومصغر ده شوية. بعد كده اقوم فاتح البرجل بتاعي 10، واقوم ركز هنا كده و اركز هنا كده، واقوم عامل قوس بالشكل ده كده، والناحية التانية بنفس الفتحة، ومركز هنا كده وعامل قوس بالشكل ده كده، تمام. بعد كده بقوم ماسح الزيادة بتاعتي اهي، تمام. طبعا الخطوط دي خفيفة بس بحدد بيها الايه بداية ونهاية المماس. بعد كده عندي 2 مماس تانيين، اللي هو المماس اللي هو R10 ده، موجود واحد هنا وموجود واحد هنا. مماس ما بين خط ودايرة، أقوم أخد الخط موازي، موازي هنا بمسافة 10، أخد لده كده موازي فوق وده كده موازي فوق، عايز أقطعهم بقوس، أجي من الدايرة ديت بدايرة نص قطرها 20 زائد 10 30، أفتح البرجة 30، وأقوم عامل إيه
عامل قوس يقطع الخط ده ويقطع الخط ده، كده جبت سنتر الدايرة الأولى، سنتر المقاس الأول وسنتر المقاس التاني. من هنا كده أقوم موصله بالدايرة، ومن هنا كده أقوم موصله بالدايرة، والخط التاني أجي من هنا كده أوصله عمودي، ومن هنا كده أوصله عمودي. كده جبت بداية، أمسح الخط ده كده، كده جبت بداية ونهاية المقاس. أقوم جايب البرجل، فتح البرجل 10، أركز هنا وأقوم فأعمل البرجل من هنا كده ليه هنا كده القوس بتاعي أو المقاس بتاعي. نفس الكلام في الناحية التانية بنفس الفتحة، أركز هنا أركز هنا بالفتحة 10 وأفتح لحد هنا كده، أهي معايا بالشكل ده كده. بعد كده أمسح الزيادة بتاعتي. الشكل ده كده بالشكل ده كده، تمام. ده طبعا كلها تبقى خطوط خفيفة، الخط ده كده خفيف 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 خفيف، تمام كده. فاضل آخر حاجة اللي أنا هرسمها، اللي هي المثلث اللي جوه ده. المثلث اللي جوه ده بيقول لي إن هو على قاعدة ارتفاعها 70 من الخط ده كده، أقوم جاي راكز في النص هنا كده وطالع 70 لفوق، بالشكل ده كده. كده جبنا أحداث الخط اهوت. أقوم راسم بعد كده عندي الاتنين دول خطين بيصنعوا لي زاوية 45، والرأس بتاعها من التقاطع السنتر ده كده. هتيجي من هنا بالمنقلة تاخد خط كده اهوت مايل بزاوية كام؟ مايل بزاوية 75، 75. أقوم طالع كده بزاوية 75 أو بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. و لأ 45، ممكن تبقى 22.5، 45 يبقى 22.5. بحس ان الزاوية دي والزاوية دي تجمعوا 45، يبقى اخد دي كده 22.5 ودي كده 22.5، اجي كده 22.5، تمام. من هنا كده بالشكل ده كده 22.5 هتبقى معايا كام؟ ثواني عشان ارسمها. اتنين وعشرين ونص من 90 يبقى كام؟ 22.5 بالكالكوليتر، الواحد مفيهوش دماغ يحسب. 22.5 من 90 اللي هي 67.5، 67.5 بالشكل ده كده، تمام. ونفس الكلام هتبقى انت بالمنقلة، هتبقى سهلة معاك ان انت تاخد من هنا كده زاوية 22.5 يمين وزاوية 22.5 شمال، تمام. انا رسمتها بالشكل ده كده. بعدين هوصل الخط من هنا كده لهنا كده، تمام. بعد كده انا عايز اعمل هنا الترمات دي كده بكلها، او المماسات دي بار 10. اقوم جاي هنا دي كلها زاوية حادة، فباخد لها موازيات بمسافة 10. اقوم كده جاي بمسافة 10، اخد موازي للخط ده كده جوه، وموازي للخط ده كده جوه، وموازي للخط ده كده جوه، هيتقطع في 3 نقط. ادي النقطة التانية التالتة، كل نقطة من دول اشغل هنا العمودي، ثواني، كل نقطة من دول هوصلها بالعمودي عليها، العمودي على الضلع بتاعها بالشكل ده كده، ودي كده هتبقى بالشكل ده كده، ودي كده هوصلها بالشكل ده كده، ودي كده هتبقى بالشكل ده كده، دي كده بالشكل ده كده، ودي كده بالشكل ده كده، تمام. بعد كده هفتح البرجل بتاعي 10، اقوم راكز هنا كده، واقوم عامل دايرة من هنا كده، قوس من هنا لهنا كده،
نفس الكلام على الناحية التانية بنفس الفتحة ب10، افتح من هنا واقوم عامل مماس بالشكل ده كده، ونفس الفتحة اقوم راكز هنا كده واعمل مماس من هنا كده ل هنا كده بالشكل ده. تمام لحد كده؟ تمام. كل الفكرة، كل اللي باقي اللي انت تعمل ترمات وتشيل او تعمل تمسح الزيادة بتاعة الرسمة بتاعتك، ده كده مش موجود، ده كده مش موجود، وهكذا وهكذا، وده كمان وده كمان وده كمان وده كمان وده كمان مش موجود. ممكن ترسم خفيف يعني. تمام كده جبت. خلي الرسومات دي كده او الخطوط دي كده، الخطوط دي تخليها دي كلها كده تكون خفيفة. بالشكل ده، بالشكل ده كده. تمام بكده نكون خلصنا الرسمة. تمام كده خلصت. ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله، ما فيش مشاكل خالص. إن شاء الله انتظروني في الفيديو القادم بإذن الله. شكرا لكم والسلام عليكم.